اي واحد كيتمنى انه يمثل البلد ديالو، الحمد لله انا كنت من بين المحظوظين اللي كانوا في هاد اللائحه هادي. بالنسبه للسؤال الثاني ديالك، كاين فرق كبير ما بين الفرقه ديالك وما بين المنتخب ديالك، المنتخب بعد اي حاجه على قبل البلاد. كنتمنى ان شاء الله اننا نكون عند حسن الظن ديالهم ونمشيو لاخر حاجه باش ان شاء الله ناخذوا الكاس. انا عندي من بركه مبغي نشكر السيوله ديالي كاع على هادشي اللي خلي وقع فيا، كنتمنى ان شاء الله انه يكون عند حسن الظن ديالو. جمهور كوت ديفوار كيما نقولوا شجعونا على قدر الحجم، ما كان غير فيهم باش حنا نجيبو باش نتكاليفو. حنا جمهور واحد اللي كنوضعو هضرنا ديما وكيشجعنا هو الجمهور المغربي، كنتمنى ان شاء الله غدا يكونوا كثر باش يعاونونا باش نتعلموا مجموعة.